بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. بالرغم من كثرة الأحاديث والحوارات حول الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، إلا أنه حتى اللحظة يعني ما زال الكثيرون لا يدركون الفرق بين الحقن المجهري وأطفال الأنابيب. هل يتكلمون عن إجراء واحد، عن عملية واحدة، أم هناك فروق واضحة بين الحقن المجهري وأطفال الأنابيب؟ متى نلجأ لهذه العملية ومتى نلجأ إلى الأخرى؟ يعني ما الأسباب التي تجعلنا نختار عملية أو نفضلها عن الإجراء الآخر؟ أسئلة كثيرة في هذا المحور سوف نحاول إجابة عنها من خلال هذه الفقرة. ويشرفني بالحضور في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد اللطيف سويلم، أستاذ علاج العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهري، ورئيس مجلس إدارة مستشفى نور الحياة للخصوبة. أهلا بك دكتور عبد اللطيف. يعني كثيرون لا يدركون الفرق بين الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، هل هناك فرق بين الإجراءين؟ هو 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 فرق بسيط جدا جدا وفي خطوة واحدة بس. هو في أطفال الأنابيب هو أو الاثنين دول بنسميهم تكنولوجيا التكاثر البشري، والاثنين دول اسمه إخصاب خارج الجسم الإنسان. تعتمد على إيه؟ هما الاثنين. أنا بدي تنشيط للمبيض يطلع بويضات وبتابع التبويض، بشفط هذه البويضات بره، راحت البويضات المعمل. هنا الخطوة دي في المعمل هي اللي هتفرق الحقن المجهري من أطفال الأنابيب. في أطفال الأنابيب العادية اللي احنا كنا بنستخدمها زمان، اللي هو من سنة 78 إلى بداية التسعينات، كان ده كله أطفال أنابيب. بجيب الحيوانات المنوية وأحطها على البويضات وأسيب الحيوان المنوي هو الذي يخترق البويضة ويؤدي إلى تخصيبها، ثم الجنين ينقسم، ولما ينقسم الجنين بحطهم طبعا في الحضانة وينقسم بقى جنين بنقله إلى داخل تجويف الرحم. ولكن وجدنا أنه في حيوانات رجالة كثير عدد الحيوانات المنوية بتاعهم أقل من أنه هو يخترق ويعمل إخصاب بنفسه إلى في البويض، أو الحركة بتاعت الحيوانات المنوية بتاعتهم ضعيفة. أنا البويضة أهي وأنا حاطط الحيوانات المنوية جنبها، لكن هم ما بيقدروش يتحركوا حتى مايكروميتر يعني في مكانهم ثابتين، أو هم مشوهين في الشكل. إذا الحيوان المنوي المشوه في الشكل ما عندوش مقدرة على اختراق هذه البويضة، أو عنده مشكلة في ما يسمى الكروموزوم الكاب، اللي هو الأكروزوم الكاب، اللي هو يعني كل حيوان منوي الرأس بتاعته مغطاة ب يعني قبعة كده فيها إنزيمات، هذه الإنزيمات بتنفجر يوم تسيح جدار البويضة فيخترق هذه الحيوان المنوي هذه البويضة. ده بالطبيعة أحيانا يبقى فيه ديفكت، في عيب في هذه القبعة اللي فيها الإنزيمات، فبالتالي أنت حط الحيوان المنوي شكله كويس ولكن لا يستطيع. أحيانا يبقى فيه أجسام مضادة موجودة للحيوانات المنوية عند هذه السيدة، فبالتالي بتمسك الحيوانات المنوية ما تقدرش تخترق البويض. علشان أو أحيانا يبقى راجل السائل المنوي ما عندوش، بينزل سائل منوي بس ما فيش حيوانات منوية. أحيانا برضو ما يحصلش سائل منوي ويحصل قذف خلفي في المثانة، ولكن هذا الرجل عنده في الخصية حيوانات منوية، يبقى إذا نقدر ناخد. فاكتشف سنة 92 1992 العملية الحقن المجاري، ان انا اخد البويضة واحقنها داخل او الحيوان المنوي واحقنه داخل البويضة. طبعا سبق هذه المحاولة ان كانوا زمان بياخدوا الحيوان المنوي ويدخلوه ما بين بيسموه سبزونة، حتى كان اختصارها بالانجليزي سوزي، اللي هو سب زونال انجكشن، سبيرم انجكشن، ما بين الغشاء البويضة والغشاء المغطي لهذه البويضة اللي بيحميها من الخارج، كانوا بيخترقوا هذا الغشاء ويحطوا الحيوان المنوي على اساس ان هو يقربوه قوي وهو يخترق. صحيح. لكن كان نسب التخصيب فيها ضعيفة خالص، الى ان واحد وهو بيجرب وهو بيشتغل كده
فخرم هذه البويضة، دخل الحيوان المنوي جوه لقي فيه إخصاب، قال لك طب ما نجرب كده وانقسام. بدأت هذه العملية إلى أن اتولد أول طفل في الفترة التسعينات دي زي ما بقول لحضرتك. ثم بقى حدث طفرة كبيرة جدا في عالم الإخصاب المعملي، من تقدم في الميديا والحضانات وطرق الزرع وطرق التنشيط، أدت إلى طفرة كبيرة جدا في نتائج الحقن المجاري، وبدأ تقريبا معظم الناس بتستخدم الحقن المجاري مش أطفال الأنابيب، لأنه في النهاية أنا حطه في الحضانة ومن الحضانة باخده وانقله داخل تجويف الرحم. الناس المتعصبة إلى أطفال الأنابيب يقول لك ده الاختيار الطبيعي، فبالتالي أقوى حيوان منوي يدخل البويض، ولكن ممكن مردود عليهم بحاجات كثيرة جدا. الحيوانات المنوية اللي أنا بحطها على البويضة بتطلع توكسينز وحاجات كثيرة قد تؤدي إلى موت هذا الجنين، وما يقدر وهو لسه في البداية كده وكده يعني. الحاجة التانية انه قد يحدث تلوث، لو السائل المنوي فيه تلوث فيه ميكروبات قد يحدث تلوث في الميديا اللي انا او حوالين هذه البويضة ويموت هذه البويضة في الفترة. فانا ليه استخدم كده؟ ما انا كده ولا كده بختار احسن حيوان منوي قدام عيني واخده وادخله جوه البويضة اللي هو عملية الحقن المجاري. بس ده يعني ان مفيش حالات يستحب فيها اطفال الانابيب عن الحقن المجاري؟ لو عندي حيوانات منوية كويسة انا محتاج تقريبا 20,000 حيوان منوي لكل بويضة، حيوان منوي سليم بيتحرك حركة سليمة. 2 اعداد جيد للسائل المنوي. طريقة زراعة جيدة. دي ما يكونش فيه عندي اجسام مضادة موجودة للحيوانات المنوية. كل دي كلها ممكن لو متوفرة يبقى هستخدم الاطفال الانابيب لهذه السيدة. ايه الفرق بين اجنة اليوم الثالث واجنة اليوم الخامس؟ هنا الجنين بيبدأ لما بيتحد الحيوان المنوي بالبويضة تبدأ عملية الانقسامات. بعد 12 ساعة بيبقوا 2 خلية، بعد كل 12 ساعة انقسام، ثم 4 خلايا الى ان في يعني الى ان تصل الى 8 خلايا في اليوم الثالث من التخصيب، ثالث يوم التخصيب اللي هو لما انا بحقن بالحيوان المنوي جوه البويضه، فبقى ده 8 خلايا. وبعدين تبدا الثمان خلايا دول تتحول الى مرحله الموريولا اللي هو عامله زي فص التوت كده بالظبط او التوته بالظبط، ثم تتحول الى في اليوم الخامس الى البلاستوسيست. الجنين عشان قبل ما ينغمس داخل تجويف الرحم ينغمس داخل بطانه الرحم لازم يصل الى البلاستوسيست ستيج، بس ده بيحدث طبيعي داخل الجسم. فوجدوا انه انا مع تقدم الاوساط الغذائيه اللي انا وتقدم وسائل المعمليه من كل شيء، لقينا ان احنا ممكن نوصل الاجنه الى مرحله البلاستوسيست. يقوم لما انقل الجنين الى مرحله البلاستوسيست الى داخل تجويف الرحم نسبه الحمل تزيد. تمام. ولكن خلي بالك انه مش كل الحالات حاسبها، لازم يبقى عندي عدد كويس من الاجنة، لازم يبقى كل الاجنة اللي حاسبها جيدة من الدرجة الاولى. تمام. علشان ممكن اسيب 5 اجنة عشان تعدي الى اليوم الخامس الى مرحلة البلاستوسيست، الاقي منهم 2 جنين هم اللي وصلوا والثلاثة التانيين ماتوا. تمام.
في حين ان انا لو نقلت الاجنه دي في اليوم الثالث ممكن يحدث حمل لهذا السيد. يعني اعتقد كلام حضرتك بيؤكد على مضمون ضروره اختيار المتخصص الـ يعني الماهر والكفء لهذه العمليه. شكرك شكرا جزيلا استاذ الدكتور عبد اللطيف سويلم، استاذ علاج العقم واطفال الانابيب والحقن المجهري ورئيس مجلس اداره مستشفى نور الحياه للخصوبه. شكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا. أشكركم ونلقاكم مع مزيد من الفقرات.